بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بباب فضل قراءة القرآن، كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن. وكان الحديث الثاني الذي كنا بصدد شرحه الحديث الذي يرويه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظنا: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. ثم فسر كلمة وأهله فقال: الذين كانوا يعملون به في الدنيا. أهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا، طبعا لا يستطيعون أن يعملوا به إلا إذا بدأوا قبل كل شيء بتلاوته ومعرفة ما تعنيه آياته وجمله وألفاظه. فأهل القرآن إذن هم الذين يتدارسونه، أي يتلونه، ومن خلال تلاوتهم له يتعرفون على معانيه وأحكامه ووصاياه وأوامره ونواهيه، فيفعلون بما تقتضيه هذه الآيات. هؤلاء يسمون أهل القرآن. مجموع هذه الصفات عندما تتوفر في إنسان من المسلمين يعد واحدا من أهل القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، وفسر الأهل فقال: الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن سورة البقرة وأن سورة آل عمران تأتيان تحاجان، يعني تدافعان عن صاحبهما؟ قلنا إن المراد بأهل القرآن الذين يتلونه ويعملون به. سورة البقرة يحوي معظمها أحكاما تشريعية ذات أهمية كبرى. سورة البقرة من السور التي تتضمن أحكاما كثيرة تتعلق بالأسرة، تتعلق بالجهاد، تتعلق بالعبادات، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالحج، تتعلق بكثير من الأحكام الشرعية. سورة آل عمران تتضمن الكثير من مبادئ التوحيد، من عقيدة الإيمان بالله عز وجل. فسورة آل عمران تحمل جانبا كبيرا من جوانب العقيدة. وعندما نقرأ سورة آل عمران نلاحظ الحوار
الذي يأمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مع الكتابيين في بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى وحقيقة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه عبد من عباد الله وكيف ولد وكيف كانت دلائل عبوديته وبشريته والمناقشة والحوار الذي يبين الله سبحانه وتعالى كيفيته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران. إذن سورة البقرة يتضمن أكثرها أحكاما تشريعية هامة، وسورة آل عمران يتضمن أكثرها أمورا هامة من كليات العقيدة، وهي وحدانية الله سبحانه وتعالى. فهاتان السورتان تدافعان عن أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ قلنا الذين يعملون بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأهل القرآن يعملون بما في كتاب الله من الأحكام، وسورة البقرة هي في مقدمة سور القرآن التي حشيت بالأحكام الشرعية. فلا شك أن الذي قرأ سورة البقرة من أهل القرآن ووعاها لا بد أن يطبق الأحكام الشرعية التي حوتها هذه السورة. كذلك الذي كان من أهل القرآن وقرأ سورة آل عمران تترسخ عقيدة التوحيد بين جوانحه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد. فهذا الإنسان تأتي سورة البقرة شاهدا له على أنه كان ممن ينفذ هذه الأحكام التي وردت في سورة البقرة. كذلك سورة آل عمران تأتي شاهدا على أن هذا الإنسان من أهل القرآن كان قد اصطبغ بعقيدة التوحيد التي جاءت بها سورة البقرة. هذا هو المراد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ونحن لسنا بعد ذلك مكلفين بأن نعلم الكيفية، هل سيخلق الله عز وجل من سورة البقرة كائنا يدافع عن هذا الإنسان، وهل سيخلق الله من سورة آل عمران كذلك؟ الله أعلم. أم هذه كناية؟ طبعا مسألة كناية. فالإنسان الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويحل حلاله ويحرم حرامه وينفذ واجباته ويبتعد عن محرماته، عمله هذا يأتي شاهدا له يوم القيامة، ولا داعي إلى أن يخلق الله سبحانه وتعالى له من هذه السورة كائنا، عمله هو خير مدافع عنه. والله سبحانه وتعالى يقول عن الأعمال أحصاه الله ونسوه، كل عمل سواء كان حسنا أو سيئا يحصيه الله سبحانه وتعالى على صاحبه، هي مسجلة. ولكن للربط بين هذه الأعمال وبين كتاب الله عز وجل يجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بهذا الشكل. فكأن سورة البقرة وسورة آل عمران لما فيهما من خصيصة تدافعان عن هذا الإنسان الذي كان من أهل تلاوة القرآن أو من أهل القرآن. المهم في هذا هو أن نعلم من هم أهل القرآن. لا يقولن قائل إن الإنسان الذي حفظ القرآن من أوله إلى آخره ويقرأه في كل أسبوع مرة، يعني يختم في كل أسبوع مرة، من أهل القرآن؟ لا. وربما جاء من يقول إنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في كل 3 أيام أو في كل يومين، وربما قال في يوم وليلة مرة. هذا
ليس هو المعنية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله. نعم، ربما كان هذا الإنسان يتلو القرآن وما يتضمنه القرآن في ورد وسلوكه وعمله وأفكاره وعقائده في واد آخر، هو ليس من أهل القرآن إطلاقا. وربما كان هذا الإنسان يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى يكرر، تعود لسانه على قراءة القرآن، لكنه وهو يتلو لا يفقه مما يتلوه شيئا، يكرر كلمات، يردد ألفاظا وكأنه يحسبها على الله عز وجل. والله عز وجل يأمر عباده بأن يتدبروا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، من هو الذي يعد من أهل القرآن؟ هو الذي يتلو، تلاوة لا بد منها، أساس منطلق، هو الذي يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويعمل بما فيه، يحل حلاله، يحرم حرامه، يلتزم وينفذ واجبات القرآن ويبتعد عن المحرمات التي ينهى عنها القرآن، والقرآن هو وحي الله، كلام الله سبحانه وتعالى. فمن كان هذا شأنه يتلو كتاب الله بتدبر حتى يعلم ماذا يقول، ثم إنه يفرض على نفسه تنفيذ ما يخاطبه به الله عز وجل. هذا هو المعني بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وآله، لذلك قال الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يعملون به في الدنيا. نعم، فالإنسان الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويعمل به هذا من الصديقين، هذا من كبار الصالحين. لكن كثيرون هم الذين صغروا مضمون هذه الكلمة وصغروه حتى تصوروا أو قرروا في أنفسهم أن الإنسان إذا حفظ كتاب الله عز وجل وكان يقرأه دائما وربما كان يعلمه الناس فقد أصبح بذلك من أهل القرآن. هذا جزء رائع من أهليته للقرآن، لكن التتم أهم، أن ينفذ ما يقوله كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عسير جدا. على أن تلاوة كتاب الله عز وجل وسيلة أم غاية؟ هي ليست وسيلة، في الواقع هي غاية، غاية ووسيلة بآن واحد. هي غاية لأن تلاوة كتاب الله عز وجل من أجل أنواع الذكر، الذكر مطلوب. يقول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات من آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو والآصال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله أمر مهم جدا، لكن ما هو ذكر الله؟ يتحقق ذكر الله بكل ما يذكرك بالله، ولكن أجل وسائل الذكر تلاوة القرآن. وقد اتفقت كلمة العلماء كما يروي الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، اتفاق المسلمين، اتفاق علماء الأمة على أن أجل أنواع الذكر تلاوة القرآن، يعني هو أجل من التسبيح، من الاستغفار، من التوحيد، التهليل، من أي نوع من أنواع الذكر. لماذا؟ لأن القرآن يحوي ذلك كله. فأنت عندما تقرأ القرآن تمر على الآيات التي تجعلك تستغفر الله، نعم، تمر على الآيات التي تجعلك تسبح الله سبحانه وتعالى،
تمر على الآيات التي تجعلك تؤمن تكرر وحدانية الله سبحانه وتعالى، هذا إن كنت يقظا متنبها لمعنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذا تلاوة القرآن غاية بحد ذاتها، ولذلك فالإنسان يثاب على تلاوة القرآن من حيث هي تلاوة، لكن تلاوة القرآن في الوقت ذاته وسيلة أيضا، غاية ووسيلة. وسيلة لماذا؟ وسيلة لمعرفة أحكام الله، لمعرفة ما يريده الله عز وجل منا، رسالة، رسالة وصلتنا من الله عز وجل تتضمن ما يطلبه منا من حيث السلوك، ما يطلبه منا من حيث العقيدة. فتلاوتي لكتاب الله عز وجل وسيلة لمعرفة ما يطلبه الله عز وجل مني. فمن تلا كتاب الله من حيث إنه غاية ولكنه لم يتلو كتاب الله من حيث إنه وسيلة، كلهم يقرأ 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 لكن يقرأ انتهى الإشكال، لا يربط بين ما بين تلاوته وبين سلوكه إطلاقا. له ثواب، له ثواب قراءة القرآن نعم، ولكن ليس له ثواب ما قاله رسول الله أنه من أهل القرآن، هو ليس من أهل القرآن بشكل من الأشكال. يثاب على تلاوته، له في كل حرف ينطق به 10 حسنات نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا مر على آية فيها أمر بذكر الله فلم يذكر، هذه الآية أصبحت شاهدا عليه. إذا مر بآية تنهاه عن الغش، تنهاه عن النميمة، تنهاه عن الفاحشة، وكان مرغا في ذلك، هذه الآية تصبح شاهدا عليه يوم القيامة. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة نعم. ومن ثم فالقرآن إنما يكون شافعا لمن كان يتلوه في دار الدنيا ولمن كان يعمل به أيضا في دار الدنيا، يعمل به في دار الدنيا. واتفق العلماء أيضا على أنه يسن للإنسان أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل في الليل. تلاوة القرآن في الليل لها ثواب أكثر. وكذلك إذا كان ممن يحفظ كتاب الله عز وجل يسن أن يقرأ مزيد والمزيد من كتاب الله في الصلاة، في الصلاة نعم. هذا كله مما ذكره العلماء والفقهاء، لكن هنا بهذه المناسبة أقول قد يخطر في بال بعض منكم أن يصلي وأن يقرأ القرآن أثناء الصلاة، طيب وهو لا يحفظ، يخطر في باله أن يمسك بالمصحف ويقرأه وهو يصلي حتى يعني ينفذ هذه الخصلة، هو غير حافظ بالقرآن ويريد أن يقرأ القرآن في الصلاة فيقف ويمسك المصحف بيده. أيها الإخوة، هذا الكلام نهى عنه الفقهاء جميعا، بل من الفقهاء من قال تبطل الصلاة بذلك، ومنهم سامي الحنفي إذا كان يقف وهو ينظر إلى القرآن الذي أمامه حتى لو لم يحمله. لا، نحن نقول هذا الكلام بالنسبة لمن كان حافظا كتاب الله عز وجل وقام من الليل ليقرأ، يمكنه أن يقرأ ما يريد أن يقرأه من كتاب الله عز وجل جالسا، ويمكن أن يقرأه في الصلاة لأنه حافظ، قراءته لهذا الجزء الذي يريد أن يقرأه في الصلاة أكثر مثوبة. لكن لا ينطبق هذا على من يقوم فيصلي ويضع القرآن أمامه أو يمسكه ويقرأ، لا، هذا بالعكس يقوض أجر صلاة
تأتي بهذه الطريقة. والسبب واضح، الذين يمارسون هذا العمل يشعرون بما أقول. يعني أنا عندما أقف بين يدي الله وأقرأ ما أحفظه من كتاب الله عز وجل أشعر أنني مع الله، أشعر أنني أخاطب الله سبحانه وتعالى بالكلام الذي أتلوه. لكن عندما أمسك المصحف وأقرأ أشعر أنني لست في صلاة، أشعر أنني أضبط التلاوة التي أمامي، أقرأ خطوطا ذهني وفكري ومشاعري كلها حصرت ما بين عيني وبين هذه الصفحات التي أقرأها. انتهت الصفحة أقلب الصفحة وهكذا. الصلاة شيء، وأن يكون الإنسان مع المصحف شيء آخر. لا يمكن أن يتأتى الخشوع المطلوب في الصلاة من إنسان أمسك بالمصحف وأخذ يضبطه إن لإمامه أو لنفسه، لا يمكن. أنا أعلم هذا من نفسي، وكل من يفعله يعلم ذلك أيضا من نفسه. والصلاة شرعها الله من أجله أن يتخشع الإنسان فيها. المطلوب من المصلي أن يكون جهد استطاعته متصورا أنه مع الله. يعني أنا أضرب مثلا، افرض أنك في حضرة الله عز وجل، ولا أريد أن أمثل ملك من الملوك أو كذا، تخاطب الله عز وجل. كيف تخاطبه؟ تخاطبه وتنظر إليه وهو يراقبك وينظر إليك، وتستلهم مشاعرك من نظراته ومن كلماته. هذا شيء معروف. لكن لو أنك وقفت وأخذت تقرأ وأنت تستذكر محفوظاتك وتراقب السطر تلو السطر تلو السطر والصفحة تلو الصفحة، فأنت لست مع الله، أنت مع هذا الكتاب أصبحت. وهذا هو السر فيما أجمع عليه الفقهاء. لا أريد أن أزيد هذا، منذ سنوات طويلة ذكرنا ذلك ثم أقصرنا لأننا وجدنا أن الحديث في المزيد ربما يعني يزجنا في فتنة، ولا نريد، نحن نريد أن ننبه. فإن وافق الإخوة على ذلك ونفلوا فذاك، وإلا فلهم شأنهم ولهم اجتهادهم. لكنني لا أجتهد، أنا أقول كلام الفقهاء في هذا. ثم إن يعني تجربة الإنسان مع نفسه، يعني الصلاة لذتها فيما، في ماذا الصلاة؟ لذة الصلاة في حضورك مع الله. جرب أن تمسك المصحف وأن تراقب للإمام قراءته وأن تسير معه، هل تكون حاضرا معه؟ أبدا. يعرف هذا الذين يفعلون ذلك، كأنك في خارج الصلاة وتطبق لهذا الإنسان قراءته. لكن دعك من المصحف وضع يديك هكذا وأصغي إلى الآيات وأنت تتدبر معانيها. نعم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تؤمنون. اصغي إلى هذا الكلام الذي تسمعه من الإمام وأنت تتأمل وتتدبر هذه المعاني، تجد أنك مع الله، تجد لذة الصلاة عندئذ. في حين أنك إذا أمسكت المصحف وأخذت تثبت للإمام تلاوته وأخطأ لم يخطئ، نعم، وتابعته من صفحة إلى صفحة من ورقة إلى ورقة، أنت لم تعد مع الله، مهمتك أصبحت ضبط قراءة إمامك. وهذا ما لم يكن يفعله السلف الصالح نهائيا بشكل من الأشكال. نعم، ما الذي ساقنا إلى هذا الكلام؟ ساقنا إلى هذا الكلام أنه يسلم
أن يكثر الإنسان من تلاوة القرآن في الليل، وإذا أتيح له أن يقرأ شيئا من القرآن في الصلاة فذلك أولى. يعني هو يحفظ سورة الكهف يقرأ سورة الكهف في الصلاة، يحفظ سورة الواقعة يقرأ سورة الواقعة في الصلاة، يقرأ سورة الملك يقرأ مثلا يحفظ طائفة من القرآن، هذا جيد جدا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. الذين يقرؤون القرآن فريقان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه، رجل يقرأ القرآن وهو ماهرا بتلاوته، متقن من حيث الألفاظ، من حيث المخارج، من حيث التجويد، وماهر به أيضا من حيث العمل به، قلنا هذا لابد منه. هذا الإنسان مع السفرة الكرام البررة، سفر رائع جدا، يعني مع النخبة الممتازة من عباد الله سبحانه وتعالى. لكن من الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به تلاوة وهو من أهله من حيث العمل به؟ الماهر في تلاوة القرآن من حيث التلاوة، أولا تلقاه تلقيا سليما، فهو يقرأه عن تلق كما قلنا في الأمس. شيء ثاني يقرأه كما أنزل أي مجودا، والتجويد أيها الإخوة نوعين. النوع الأول يتمثل في مخارج الحروف وتجويد كتاب الله من حيث المخارج، هذه ضرورة، يعني أن تنطق بالصاد صادا والسين سينا فلا يختلط عليك الصاد بالسين، مثلا أن تنطق بالسين سينا والثاء ثاء، الحروف النسوية تنطق بها كما ينطق بها العرب، الإطباق إطباق. نعم. الحروف التي بينها وبين حروف أخرى نوع من الالتباس في بعض الأحيان، مثل الضاء مثل الضاد، هذه الحروف ينبغي أن تستبين الفرق بينها. المخارج من الأهمية بمكان، يعني ما تقرأ صراط الذين، الذين غير الذين، يعني لو أن إنسان قرأ صراط الذين بالزاي بطلت صلاته، الكلمة مو بالزاي بالزاي. نعم. وهكذا مخارج الحروف ينبغي أن تخرج من فم القارئ عربية سليمة صحيحة. جانب آخر من التجويد يتمثل في أحكام النون الساكنة والتنوين، متى يكون بين الحرف والحرف إدغام، متى يكون بين الحرف والحرف إخفاء، متى يكون بينهما إظهار ونحو ذلك. هذه أيضا من الأمور العامة لكن أهميتها أقل. فالإنسان الذي يقرأ القرآن لا يظهر عند الإدغام، لا يخفي عند الإخفاء، لا يظهر عند الإخفاء، تلاوته قاصرة، لكنه لا يرتكب محرما على الصحيح. بينما لو أنه خلط في مخارج الحروف أبدل الذال زايا، الثاء سين، السين ثاء، نعم، وهكذا، فهو في هذا يتعرض للمعصية، يتعرض للإثم. ينبغي أن يكون دقيقا في تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن التجويد ليس عبارة عن تنظيم، كثير من الناس يظنون أن التجويد هو عبارة عن يقرأ القرآن بأنغام شجية، هذا مجود، لا، التجويد هو أن تنطق بالحرف العربي كما كان ينطق العرب، لأن القرآن عربي، فينبغي أن تخرج هذه الحروف في من مخارجها العربية. نعم. هذا الكلام جزء من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن
وهو ماهر يعني ماهر بتلاوته. طيب نقول لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع به ما الحكم؟ تلا هذا الإنسان القرآن وتمرس على معرفة أحكام التجويد لكن بقيت بقية ليس له اختيار فيها، لا يستطيع أن يفرق في التلاوة بين الفاء والسين بلقنة في فمه، لا يستطيع أن يستبين الفرق أثناء التلاوة بين الذال والزاي، لا يستطيع أن يعطي حروف الإطباق حقها من الإطباق، لا يستطيع. هذا الإنسان معذور، هذا الإنسان معذور. ولذلك قال الفقهاء لو أن إنسانا كان فأفا أو تأتا يعني عندما يقرأ يكرر بعض الأحرف ولا يستطيع أن يتحرر من الحرف رأسا يكرره وهو يقرأ، هذا الإنسان معذور وله مع ذلك أجران كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى فصلاته في حق نفسه صحيحة، لكن لا يجوز أن يصلي إماما، لا يجوز أن يصلي إماما. نعم. وبعض يقول الإمام الجزري وبعض فالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم، لكن بالمعنى الذي ذكرته لكم الآن. هذا أصلا يعني نطق عربي، لأنك عندما تقرأ القرآن ينبغي أن تقرأه اللغة العربية، واللغة العربية أداء وبيان، يعني نطق أداء، فأنت الكلمة كلمة عربية لكن ينبغي أن تقرأها أيضا بالأداء الذي كان العرب يؤدون به. وليت أن الذين يتبجحون اليوم بكلمة العربية والعروبة والتي يعني تصك آذاننا دائما، ليت أنهم يعطون العروبة حقها، يعطون العروبة، نقول العروبة لأن هذه الكلمة الشائعة الآن، ليت أنهم يعطون العروبة حقها. يأتينا طالب من أقصى الصين لكنه متمرس بتلاوة كتاب الله عز وجل، يجلس إلى جانب طالب من هذه البلدة، نعم منحدر من آباء عرب يعيش على أرض عربية ويسمع كلمات العربية والعروبة وهي تصك أذنه، تجد ذلك الإنسان الآتي من جنوب شرق آسيا أو من الصين ربما يتلو القرآن بنطق عربي ومخارج عربية أكثر من هذا العربي الذي يتكلم العربية عندنا. وكم رأيت من هذا المظهر صورة من ناحية، كم عفوا على الاعتزاز أن الأعاجم كيف يقومون ألسنتهم بكتاب الله عز وجل حتى أصبحوا عربا أكثر منا. هذا الوجه المشرف. الوجه الثاني المؤلم أننا نحن العرب الذين نتباهى بالعربية ونتباهى بالعروبة، ألسنتنا مصطبغة بالعجم إلى أقصى الدرجات، بالعجم إلى أقصى الدرجات. نعم. في مصر وأعتقد إلى الآن، وهذه نقطة إيجابية أنا أعتز بها في الواقع، لا يعطى للإنسان حق في أن يكون مذيعا أو في أن يكون ممثلا يؤدي أدوار عربية كما يقول دراما تاريخية وكذا، نعم، بشكل من الأشكال إلا إذا درس أحكام التجويد التي يدرسها القرآن دراسة دقيقة سليمة تامة. فلا يمكن لهذا الإنسان أن يمارس عملا من هذه الأعمال التي تتعلق بالنطق العربي، نعم، إلا إذا تمرس بمعرفة أحكام التجويد. ولذلك نحن نلاحظ أن أولئك الناس عندما يقوم الواحد منهم يمثل شخصية القعقاع بن عمرو أو شخصية خالد بن الوليد تراه ينطق بالأحرف العربية تماما عربية سليمة. عندنا هذا
شيء غير موجود. في احساس ينتاب وناس كثيرين عندنا ان التجويد عباره عن دراسه دينيه، بده يدرس تجويد صار شيخ، شوفوا الحساسيه السلبيه، بده يدرس التجويد صار شيخ. لا لا هبط معناتها لذلك لا. انظر الى هؤلاء الناس عندنا، عندما تسمع النطق العربية من واحد تجد التكلف الممجوج، تجد التنطع الذي يجعل الإنسان يتأذى منه عندما يصغي إليه، هذا شيء نراه. طيب يا رجل أنت عربي، توج عرومتك بالتطبيع ولا تجعل دعوة كاذبة، لا تجعل دعوة كاذبة من ناحية فنية فقط. أنا في بحث بكتاب اللي اسمه من الفكر والقلب قصة ذكرتها وعلقت عليها، يعني علقت عليها كلام طويل. قلت جاءني طالب هذه من سنوات طويلة، قال أريد أن أقرأ عليك نص من القرآن، ربما يعني يكون في خطأ يسمع لي منيح. قلت تفضل. قرأ علي نصا كله أضعف أخطاء، ولاحظ أنه يعاني من جهد شديد جدا جدا حتى يقوم لسانه في النطق بهذه الآيات، وكأنه إنسان أعجمي لا علاقة له بهذه الألفاظ إطلاقا، وهو عربي ولا فائدة في أن أرد عليه كلمة وكلمتين وثلاثة، لا الحروف من أماكنها عم تطلع ولا المخارج ولا شيء. قلت له يا عمي طيب شو بدك انت ليش مشان شو؟ قال انا طالب السنه الرابعه كليه الاداب قسم اللغه العربيه، بدي اروح القي درس وهذا النص عن المدارس، بعمل استاج يعني مشان. قلت له انت طالب سنتك الرابعه كليه الاداب وقسم اللغه العربيه كمان؟ قال نعم. قلت له طيب كيف بدك تلقي درس على الطلاب بهذه الآيات وأنت لا تستطيع أن تقرأ؟ وأنا على يقين أن في الطلاب الذين ستلقي هذا الدرس عليهم من يستطيعون أن يقرأوا هذا القرآن أفضل منك، وربما تجد واحد من أقصى بلاد العجم من أي بلد آخر ما فيكم مسلم صادق في الإسلام وبيعرف الناس أكثر من أفضل منك. قال أنا مالي مختص بالقرآن، أنا مالي شيخ. طيب هذا مالك مختص بالقرآن، شو خلاك تجي تدرس النصارى؟ هذا فرق ما بيننا وبين كثير من الناس في الخارج. عندنا بقى هذه البقى أسأل الله أن يعافينا منها، حساسية ضد التغيير، حساسية ضد يعني هذا الأمر. أنا ما بدي أدرس تجويد، ما إذا درست تجويد خلاص صرت شيخ معناتها، شو يعني شو صرت؟ صرت يعني جبان يعني صرت؟ شو إذا كان صرت شيخ يعني شو معناتها؟ كيف لما بيجيبون ولو مثلا أخرج هذا الحرف من مخرجه؟ مهما كان العرب في الجاهلية المسلمين غير المسلمين بيقرأوا، شو صار لك؟ يا أما أمة العربية كمان الأوروبي وفقا بالإسلام، متى ما أنت ربطت هذا في الأوروبي صرت تسلم. هذه الحساسية ينبغي أن نتحرر منها، ولذلك أنا الآن أتكلم من ناحية فنية فعلا. انظروا اسمعوا كلام مذيع من إذاعة القاهرة، وانظروا كيف تكون كلماته كلها في مخارجها الحقيقية، لأنهم لا يستطيعون أن يرقوا إلى هذه الرتبة إلا بعد أن يدرسوا التجويد على قراء القرآن. أجل كذلك الذين يمثلون يمارسون صنعة التمثيل نفس الشيء، أزيدكم حتى المغنين في العهد القريب لا أدري إلى الآن في معاهد الموسيقى مادة هي التجويد، فلا بد لهذا الإنسان ما دام أنه ينطق باللغة العربية أن ينطق بهذه الأحرف من أماكنها. الحساسية الدينية لا تفترسهم، الحساسية الإسلامية ما هي عبارة عن شيء تتبعهم إطلاقا، نعم ما في إشكال، ولكن عندنا هذه الحساسية موجودة، ومن أجل ذلك تجد الفرق بين النطق العربي طبعا الذين يدرسون التجويد قائمين لكتاب الله فئة أخرى نعم، لكن الآخرون
المصيبة وعدوى المشيخة. نعم، يفضلون أن يبقوا في أودية الجهالة وأن تكون ألسنتهم ألسنة أعجمية. الدعوة عربية عريضة واللسان يعاني من عجمية. إذا ينبغي أن يكون الإنسان عندما ينطق بالعربية ماهرا بها، فضلا عنه عندما ينطق القرآن. تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون ماهرا بها. كنت أذكر قبل سنوات عند أذان الظهر في الإذاعة إنسان يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، ثم يبدأ الأذان الإذاعة. أفضل إلى هذا الذي يقرأ يعني بيجود بضخم صوته هيك، يعني بيعمل دبي عريضة جدا جدا بصوته، وبيرقق المفخم بفخم المرقق، وما بيعرف كيف المخرج بده يقراله، لكن بضخم صوته يعني انه هنقرا بالتجويد. وكل انسان عربي يسمع هذا الشكل يقول يا اخي عن نقرا آية من كتاب الله عز وجل، ليس في تلاوته اليها، يعني انواع الجواد، اتعلم التجويد. لكن مع ذلك الذي يقرأ القرآن ويتعتع لكن بدون قصد، يعني تعلم ولكن بقيت بقايا عجمة في لسانه لم يستطع أن يتحرر منها، يثاب على قراءته، لكن لا كما يثاب الآخر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترج ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل. يصنف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فئات الناس في جامع مشترك بين فئاتهم أنهم جميعا يقرؤون القرآن، لكن فيهم فئات، فيهم المؤمن الصادق، فيهم المؤمن المنافق، فيهم غير المؤمن، وكلهم يقرؤون القرآن. فما موقف الباري عز وجل منهم؟ نشرح ذلك إن شاء الله في درساتي.